ونمت. لا الصبير الذي كان يتناوله ميشيل سماحة بشراهة وهو يخطط لارتكاب مجزرة فاجأنا، ولا فاجأنا أيضا الحكم المخفف الصادر عليه من المحكمة العسكرية. فلماذا؟ دعكم من الأحكام المخففة الصادرة على العملاء الصغار منهم والكبار، فلنا مع القضاء العسكري خاصة والقضاء عامة تجربتنا الخاصة التي تجعلنا لا نتفاجأ من الحكم المخفف على ميشيل سماحة من موقع المجرب وإن اختلفت القضية وطبيعة الأدلة. في بيانه يذكر مجلس القضاء الأعلى أن النظام القضائي يلحظ طرقاً للمراجعة ضد أي قرار يشتكى منه، مشدداً في الوقت عينه على السرية التي يلحظها القانون تجاه إحالة أي قاض إلى التفتيش القضائي. ولكن مهلاً، ماذا إذا لم يصدر القضاء قراره؟ أو لما لا؟ ضاعت القضية برمتها. شو صار بقضية الجمارك؟ شو بعتوها وابطوا عليها؟ باتت هذه اللازمة ترافقنا يومياً بعد كل تحية كلامية أو قبلها، والحال أن القضية نائمة في أدراج قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية رياض أبو غيدة، والحال أيضاً أن جلسة الاستجواب الأولى والوحيدة استجوبنا فيها القاضي كما لو أننا متهمون لا مجني عليهم، متذمراً من مخاطبتنا لمدير عام بواسطة المذياع وسائلاً عن سبب وجود 6 كاميرات، فصححنا له أن الكاميرات كانت 9، وذكرناه أن دوره البت في نزاع يتعلق باعتداء نفذه عقيد ضد مواطن أعزل، ونباقي الأمور إن كانت مخالفة فثمة قضاء مختص لمعالجتها لا المحكمة العسكرية. والحال أن جلسة الاستجواب الأولى والوحيدة وللمصادفة فقط سبقتها بدقيقة بالتمام والكمال، لقاء القاضي رياض أبو غيدة مع مسؤولاً أمنياً حزبياً يشتبه في أن أحد أفراد عائلته متورط في قضايا التهريب عبر مطار بيروت، ذلك من باب المصادفة وحسب. ولكن دعونا من المحكمة العسكرية، ماذا عن قاضي التحقيق السانع ويدات الذي سارع إلى بت القضية التي رفعها النائب وليد جنبلاط على بهيج أبو حمزي، فيما لا نعرف ماذا جرى في القضية التي ادعى فيها المدعي العام المالي علي إبراهيم على 5 موظفين في الجمارك بتهمة اختلاس أموال عامة وأحالها إليه؟ اختلاس أموال الزعيم ممنوع قانونا، أما اختلاس المال العام فبتحمل نطرة، هكذا يبدو. وبعد، ماذا عن القضية 173 التي تتعلق بمافيا تهريب أدوية سرطان مزورة بحسب تقرير للتفتيش الصيدلي الذي أحال القضية والصيدلي حسام المشموشي إلى القضاء؟ ثانيا، الملف على طاولتي كما رأيت، استدعيت المسؤولين عن الملف. واضح أنه هناك إحالة حصلت من وزارة الصحة إلى القضاء. القضاء خرج الملف ولم يعد. ضاعت القضية في أروقة العدل وأصبح المشموشي رئيس بلدية. هون أو غير هون أو أي مسؤول بالدولة، رئيس أو رئيس حكومي أو وزير أو نائب، ممكن هو أو عائلته يأخذ هالدواء. الحكم المخفف الصادر على ميشيل سماحة يدعو بلا ريب إلى القلق، ذلك أنه نهج لا حادث.